السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ريال مدريد اليوم أمام ريال مايوركا، مباراة في الجولة 28 من الدوري الإسباني. متابعين الكرام، المباراة اليوم بإذن الله تعالى هيكون ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة اليوم الاثنين 14/3 مارس 2022. المباراة زي ما قلت ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن. المباراة ميعادها الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة نقل المباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف، ملعب المباراة ملعب إيبيرو ستار. الجولة 28 من الدوري الأسباني. بالنسبة للقنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة، يعني من ضمنهم كان البلاس سبورت 2 بولسكا، بين سبورتس اتش دي 2 انجلش تاني انجلش، و سي مور فوتبول، نوفا سبورتس 1 اتش دي، 11 سبورتس 2 البلجيم البلجيكية، بين سبورتس كونكت، وسوبر سبورت لليجا اتش دي، وارنا سبورتس 6 اتش دي الكرواتي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.